في البداية أرحب بكل القادة الأبطال الموجودين بهذه القاعة، وأقولهم عليكم مسؤولية تاريخية. هذا قدرنا في العراق أن يمر بظروف وتحديات صعبة، واليوم جيشنا البطل حقيقة يقوم جهد أكثر من الجهد الطبيعي وأكثر من اختصاصه، يقوم بجهد بحماية الحدود، بجهد بحماية الأمن الداخلي، وبجهد بمحاربة الإرهاب. هذا الجهد سوف ينصف التاريخ، وسيكون هناك من يكتب التاريخ بكل انصاف أن جيش العراق البطل بأصعب الظروف كان متعدد المهام وكان يقوم بدور كبير. احنا اليوم عندنا تحديات ما بعد 2003 لحد اللحظة قاعد نعيش تحدياتها، ارتداداتها على الصعيد الأمني، على الصعيد الاجتماعي، وعلى الصعيد السياسي. ولكن يجب أن نعمل بكل قوة لحماية الوطن. هذا البلد بلد تعددي سياسيا، اجتماعيا، ثقافيا، وهذا قدرنا وهذا تاريخنا، يجب أن نؤمن به ونحافظ على هذه التعددية ونحميها. ولكن في نفس الوقت أي مخاطر تتعرض لها البلد يجب حمايتها بكل قوة عن طريق جيشنا وقواتنا البطلة. اليوم عندنا بعض التحديات، فمن الطبيعي نأخذ بعض الاحتياطات لضمان الأمن، وبالخصوص العدو الإرهابي داعش يحاول يستثمر أي ثغرة أو أي ظرف سياسي أو اجتماعي للحصول على موضع قدم أو الحصول على جهد إعلامي يرفع من معنويات أنصاره. فيجب أن تكون عندنا مفتوحة بكل قوة عدم السماح للعدو، لجماعات الإرهابية، بأن تحصل على موضع قدم أو عملية في داخل مدننا الحبيبة أو في بغداد. وبالخصوص هناك اليوم حراك لبعض الأطراف السياسية فيما يخص نتائج الانتخابات، فيحاول يستغلها العدو بأي طريقة، فيجب يكون عندنا يقظة. وكذلك حماية المتظاهرين حسب ما كفلها الدستور بحماية المتظاهرين، ولكن التظاهر يجب أن يكون وفق السياقات والقوانين التي نص عليها القانون والدستور. بكل تأكيد نحتاج تنسيق كبير ونحتاج عمل استخباري كبير. الجهد التنفيذ لقواتنا بدون عين ما نقدر نشتغل، فنحتاج جهد استخباري حقيقي دقيق يقاطع معلوماته، يتأكد من عتها، لنقع في بعض الأحيان في شباك المعلومات الكيدية لخلق فتنة أو للمبالغة في بعض المواقف، ينبني عليها موقف ويكون الموقف بالنتيجة خطأ وتنصنع فتنة. في المطلوب نكون دقيقين. أكو مجموعة توجيهات والتزام بها. إحنا اليوم في مرحلة جديدة، ما عندنا خيار غير الوطن، ما عندنا خيار أن ندافع. كلكم القاعدين في القاعة عندما انتميتوا لهذه المؤسسة انتميتوا بفخر وباعتزاز وبفرح أنها تكونون حماة الوطن، وسوف تبقون أنتم ومن يأتي بعدكم حماة لهذا الوطن. جيشنا قوي، نعم مر بظروف صعبة بتحديات، جيش يجب أن يكون قادر وعنده شراكة وعنده رؤية في بناء البلد. نعم هناك فصل بين الأمن والعسكر والسياسة بكل تأكيد، ولكن يجب أن نستمع إلى ملاحظات القادة العسكريين. من غير معقول السياسي دائما يأتي بقرارات بدون ما يسمع وجهات نظر القادة العسكريين لحماية بلدهم. أعتقد اليوم عندنا فرصة، نجحنا خلال سنة وأربعة أشهر بإعادة الثقة لضباطنا لمؤسستنا العسكرية. وبعضكم يتذكر في الظروف الصعبة أنا كنت أقرب ناس لهم في تحدياتهم. المواطن لما يصير أي مشكلة اليوم يقول أريد الجيش، هذا دليل على حب المواطنين للجيش، احترامهم للجيش. وهذا الجيش مو عمره سنة وسنتين، عمره 100 سنة. توجيهات الاهتمام بالقوات الأمنية بكافة مسمياتها من ناحية الأمور الإدارية والفنية، وتأمين كافة المستلزمات للحياة اليومية للمقاتلين. هذا مهم جدا، الاهتمام بالمقاتلين وبكافة الأجهزة الأمنية التي هي رافد لكم حقيقي. تأمين كافة المستلزمات من تسليح وتجهيز للمقاتلين لأداء واجبهم القتالي بصورة جيدة، لدحر الأعداء وقيام بواجبهم بأفضل صورة. هذه مهمة جدا، أنه
تأمين مستلزمات المعركة، مستلزمات الاستعداد، بالإضافة إلى روح الانضباط عند هؤلاء المقاتلين. التعامل الإنساني المبني على أساس العسكرية السليمة للقادة والآمرين مع مرؤوسيهم بما لا يخل بالضبط والأداء القتالي، وخلق حالة من الانسجام والتآلف في مرحلة السن وفي مرحلة الحرب أو القتال. رابعاً، التعاون والتنسيق بين القوات الأمنية من خلال قيادة عمليات مشتركة لتحقيق كافة الأهداف التي نصب إليها بدحر الأعداء، وتحقيق الأمن والاستقرار وفرض سلطة الدولة والقانون على الجميع بدون استثناء. أخوان، علينا مسؤولية أخلاقية، يجب يكون انتمائنا فقط للوطن وللعراق، ما عاد فرعية بالجيش. الانتماءات الفرعية والإثنية القومية المذهبية من حق الإنسان يكون عندها انتماء، ولكن خارج المؤسسة العسكرية. متابعة مرتكبي الجريمة المنظمة وملاحقة أصابات الجريمة والمخدرات والقضاء على هذه الآفة التي تهدد المجتمع بكل أطيافه. سادسا، تكثيف وتوحيد الجهد الاستخباري لكافة الأجهزة والوكالات الأمنية والاستخبارية للقضاء على عصابات تنظيم داعش الإرهابي وضرب قادته وخلاياه النائمة. التعاون مهم جدا في هذه المرحلة. سابعا، الاستمرار بالنهج التعرضي الذي يبني وفق المعلومات الاستخبارية دقيقة للحاق الهزيمة في الأول تنظيمات داعش الإرهابية. ثامنا، تنفيذ عمليات ضربات جوية المسند بمعلومات استخبارية دقيقة جدا لكي نشل من حركة العدو في بعض المناطق. تاسعا، التظاهر حق كفله الدستور، فعلى القوات الأمنية تأمين الحماية المتظاهرين والتعامل الحسن معهم ومنع الاحتكاك بهم وعدم استخدام العتاد الحي والتعامل بحزم مع المندسين داخل التظاهرات. رفع الجاهزية لقواتنا الأمنية بتأمين كافة المتطلبات المطلوبة لإكمال قدراتها واستعدادها للقتال، تصبح جاهزة لتنفيذ كافة الفعاليات والعمليات المسؤولة عنها. أخوان، هذه التوجيهات يجب التزام بها. شد حيلنا، عندنا تحديات، ناخذ الأمور بروح التفاؤل، بروح القوة والحسم. أنتم ضباط، أنتم قادة كبار، عليكم مسؤولية حماية هذا البلد. روح الانضباط مهمة جدا أخوان. هاي العلاقة بين الضابط والجندي يجب أن تكون ضمن السياقات العسكرية وليس ضمن السياقات الشعبوية يشوفها في بعض الأحيان. تدريب مهم جدا على مدار الساعة، يحتاج تدريب 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 تدريب. التدريب هو أساس أي عقيدة عسكرية لأي جيش قوي في العالم.